النقطة أي شبه جمهورية تونسية، سواء هو تاريخ سليم وما نصب إليه وما نأمل ويطمن الناس على مستقبلها. ما عنديش تنظيف ياسر لأنه كان كل الحقيقة يعطيك الصحة، كل من تدخل مشكور، وما نحب نقوله باعتباري مكون من المجتمع المدني مثل حاجة عطيته الشغل في سيادة لو تقشر، نقول أنه معناها علينا نحط ايدينا في بعضنا، صراحة ننجحوا إلا إذا كان نكون المجتمع المدني، وإذا بينا ما نخيبوش الشباب واللي تراه تدخل في المجتمع المدني، تراه معناها نحكينا الرافد الأول والأساسي لنجاح ولتغيير الواقع المرير والواقع الخير في البلاد، هو أن المحكمة لازم نخدموا مع المجتمع المدني ومع نواب الشعب، النخبة اللي ما اختارها المواطن، وهيك نجموا نقدموا، نجموا نغيروا صورة تونس، نجموا نمر تونس معها، يعني نرجعها أحسن من كانت، فبلا سخونة نرجعها كما كانت كما كانت تحب ترجع خير من كانت، كما كنا بعدها، كما كنا نكون نصورها في الثمانينات وفي السبعينات، وما حكينا الأمل، كل الأمل هو في شباب في تونس، وخاصة الشباب اللي نشوفوا فيه توا، يعني أنا جيل في مجلس الشعب، في برشا شباب وشابات، فهمت، فما مستقبل، وننقذوا البلاد، صغيرة هذه اللي شبولاتها هملت كلها خرجت، سواء الأقرار خرجوا واللي ما قراوش خرجوا، للأسف الشديد، أنا عندي ولد خرج مهندس ملف الكترونيك. الحل الأخير اللي لقيته هو أنه بعث في كندا، الله أعلم كيفاش بعث في كندا، وقعدت نعاني من توا في تبعات الأعلام اللي عملتها في روحي. تصوروا حكينا معناها الإنسان اللي قبل ولده معناها بعد البكالوريا 8 سنوات وبعد دخل البلاد ما يلقاهاش، ما تلقاش، ما تحتفظوش، وبعد تبعث الأهلي اللي حكينا لكندا اللي كلمني قال لي بابا ما ثماش معناها طيور في سامحوني بالكلمة. هذه الحاجة الأولى الساعة. أنا بحكي لهم شايل البلاد حتى بحثت حتى بيوت ولا في البلاد ما فيهاش. فهمت؟ يلزموا يجيب أنا من التكنيسيان مش عملوا أنا كذا كذا، فهمت؟ يعني نحب نقول أنه لازم نحافظ على أولادنا، أولاد أولادنا، وراه اسمعني التاريخ ما رحمناش، وراه الجيل الجاي باش يحاسبنا. بارك الله فيكم.